Rendu du Conseil des ministres. Un Conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce lundi 29 janvier 2024 sous la présidence du général Mohamed Idriss Déby Itno. عقد مجلس للوزراء غير عادي اليوم الاثنين 29 من يناير 2024 برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس مجلس الوزراء. المجلس درس 7 مشاريع نص، منها 3 مشاريع أمر، 3 مشاريع قوانين تنظيمية ومشروع مرسوم. فيما يخص مشروع الأمر، وزير الإنتاج والتحول الزراعي قدم للمجلس مشروع أمر يخص تعديل المادة رقم 002 رئاسة الجمهورية 2001 ليوم 21 فبراير 2001 الخاصة بتأسيس هيئة وطنية للأمن الغذائي ونازا. مشروع الأمر يهدف إلى ضم الأنازا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية بسبب أهدافها من ذلك، وهذا يفسر في المادة 002 رئاسة الجمهورية 2001 للثاني عشر من فبراير 2001 الأنازا تقوم بالمهمات الآتية: إنشاء وإدارة المخزون من أجل التدخل في حالات الطوارئ، إنشاء صندوق للتأمين الغذائي، المشاركة في إطار العمليات وتوزيع المساعدات الغذائية، مهمة تتطابق مع سياسة الحكومة في جوانب التضامن الوطني والشؤون الإنسانية. الوزير الأمين العام للحكومة قدم للمجلس 6 مشاريع نص خاصة. المشروع القانون التنظيمي يخص إعداء وتنظيم عمل ولوائح المراحل ما قبل المحكمة العليا، مبادرة تطبيقا للمادة 169 من الدستور. مشروع القانون يضم 6 عناوين و6 فصول ويضم 167 مادة، ويعيد جاهزية الأمر رقم 002 رئاسة الجمهورية 2021 ليوم 24 فبراير 2021 الذي وجد تعديل ضروري، ليأخذ بأن المحكمة العليا تضم غرفتين بدل 4 غرف. النص الجديد أدخل كذلك بعض من الابتكارات. مشروع أمر يخص إعطاء وتنظيم وعمل وساطة الجمهورية جاء طبقا لاستعدادات المادة 235 للدستور، ويضم 4 فصول موزعة إلى 21 مادة مدعومة دستوريا. وساطة الجمهورية لها مهمة منتظرة طبقا لتوصيات الحوار الوطني الشامل، وتتدخل في تنظيم الثغرات بين الإدارة والمديرين من أجل بناء علاقة فعالة بعد التعديلات أدخلت من قبل المجلس خاصة بالفترة، وأصبحت 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. مشروع قانون تنظيمي يخص إعطاء وتنظيم وعمل المراحل أمام محكمة الحسابات، وجاءت طبقا للمادة 189 للدستور بإبقاء محكمة الحسابات وهي توصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي. إبقائها لا يعتبر دعم الشفافية والإدارة الجيدة للمالية العامة، بل دعم صورة ومصداقية بلادنا في تعهداتها الدولية خاصة المنظمات الإقليمية والتجمعات. مشروع قانون تنظيمي يخص تكوين وتنظيم وعمل المجلس الأعلى للقضاء جاء طبقا للمادة 164 للدستور. الحوار الوطني الشامل قدم عدة توصيات، منها دعم استقلالية الحكم القضائي، والتي منها تأكيد استقلالية المجلس الأعلى للقضاء. مشروع أمر يخص تعديل الأمر رقم 026 رئاسة الجمهورية 2018 للثاني عشر من يوليو 2018 الخاص بتعديل الأمر رقم 012 رئاسة الجمهورية 2014 الأول من سبتمبر 2014 الخاص بتعديل المادة رقم 004 رئاسة الجمهورية 2008
للثالث من يناير 2008 الخاص بتأسيس وكالة وطنية للاستثمار والتصدير أنيي. ونظرا لتنظيم أنيي لم تستطع ضمان مهمتها بعد أكثر من عقدين من الوجود. مشروع الأمر هذا يسمح للأنيي بصفته مؤسسة عملية بالعمل بالتنسيق تحت مراقبة الوزارة المكلفة بالتجارة لمتابعة تنفيذ سياسة وبرنامج الحكومة في جانب الاستثمار والتصدير. مشروع مرسوم يخص المنشآت العامة للحكومة ويعطي الأعطاء مطابقا للمنشآت السابقة المنفذة بالمرسوم رقم 0084 رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء 2022 للثلاثون من نوفمبر 2022، المرسوم رقم 002 رئاسة الجمهورية فاصل رئاسة الوزراء 2024 للثاني من يناير 2024 والخاص بتعديل الأساسي للهندسة الجديدة للحكومة. الابتكارات الجديدة هي وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج، أصبح اسمها وزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج، مع إلغاء جانب التعاون الدولي الذي يعود للوزارة المكلفة بالتخطيط. وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني تغيرت وأصبحت وزارة المرأة والطفولة، مع تكوين وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية. وزارة المالية والميزانية والمحاسبة العامة أصبحت وزارة المالية والميزانية. وزارة المحروقات والطاقة، وزارة المحروقات والطاقة جزئت إلى وزارتين، وزارة المحروقات ووزارة الطاقة. وزارة إدارة الأراضي واللامركزية والحكم الرشيد تأخذ المسمى وزارة إدارة الأراضي واللامركزية. دمج وزارة النقل البري وأمن الطرق مع المكلفة بالطيران المدني والإرصاد الوطني مع المحافظة بالاسم وزارة النقل والطيران المدني والإرصاد الوطني. وزارة الشباب والرياضة والترفيه وريادة الأعمال تغيرت إلى مسمى وزارة الشباب والرياضة. تأسيس وزارة جديدة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية. من جهة أخرى، مشروع المرسوم يخص المنشآت العامة للحكومة، إدخال وتحويل كفاءة الأمانة العامة للحكومة في بعض الإدارات ذلك لوزارة المالية طبقا لإجازة المرسوم 2155 رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء 2023 للثامن والعشرين من يوليو 2023. يخص تكوين وكالة قضائية للدولة. بعد دراسة ونقاش المجلس أجاز المشاريع السبعة، وفي ذلك رئيس الجمهورية وجه رئيس الوزراء وحكومته بإعطاء الكفاءات والعمل بمهنية في التعيينات في مناصب المسؤولية في إطار الجمهورية الخامسة، والتعيينات على حساب التكوين غير مسموحة. نظام عمل الحكومة يكون حسب النتائج وتكون بالتقييم ومجدولة سنويا. رأس الدولة أشار إلى الحرائق الأخيرة خاصة حريق سوق الدنبي وآتية. أمر رئيس الوزراء والأقسام لإيجاد حل هذه المشكلة التوعية والإحتياط وإدارة الحرائق. بدأ في العاشرة المجلس الغير عادي للوزراء، انتهى في 1:10. Commencé à 10h, le conseil extraordinaire des ministres a pris fin à 13h10.